فقرتنا الأولى كما قلنا عن ظاهرة خلع الحجاب عند عدد من الفتيات، ومعنا عبر الاتصال المرئي الأستاذة نور الأشقر، خريجة كلية الشريعة وصانعة محتوى. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحكم جميعا يا رب، حياكم الله. الله يحييك يا رب. موضوع حقيقة يعني الفترة الأخيرة بدأنا نرى كثير، يعني ما بدي أقول كثير بمعنى كثير نسبة، بس عدد من الفتيات من أسر متدينة ويعني من ظروف كل العائلة، بتلاقي حتى الفتاة نفسها ربما سابقا تلاقيها مدافعة عن الحجاب، بتحكي عن في مواضيع دينية، وجدنا أنه تتفاجأ بأنها تخلع الحجاب، وكثير حتى في ظاهرة الآن أنه خلع الحجاب على الهواء مباشرة، أو أنه تنزل صورة على الفيسبوك بدون حجاب، وبعض للأسف تقرأ التعليقات مبروك ما شاء الله وما هذا الجمال. يعني الموضوع أعرف أنه موضوع شائك، وربما هيك نحن عم نتناول الآن على عجالة وأن كان يحتاج إلى أكثر من ذلك. يا ترى ما هو المبرر الذي يقف خلف خلع الحجاب عند الفتيات، خاصة عندما يكون مثل كما ذكرنا من أسر متدينة ومن عائلات متدينة؟ بسم الله والصلاة على رسول الله، يسعد أوقات المستمعين جميعا. مثل ما ذكرت حضرتك، هذا الموضوع شائك نوعا ما، بالإضافة لكونه عبادة متعلقة بشيء متصل بأعرافنا بتربيتنا، وأيضا بنواحي نفسية عند البنت. كثير صبايا كانوا لبسوا الحجاب لما كانوا ببلادهم بسبب أنه العيلة هيك، الجو هيك، هذا بيعطي نوع من التقدير للمرأة، بيعكس صورة عن التزامها بدينها. لما طلعت على الدول الغربية لقيت أنه هي غير مندمجة، لا تشبه الأخريات. بدأنا نسمع بعصر وصول المحتوى للجميع وكثرة القنوات على اليوتيوب، وأي حدا بيقدر يبث المحتوى اللي موجود عنده، صرنا نسمع ادعاءات تنفي فرضية الحجاب، أو تقول أنه هو فضيلة، أو هو مجرد عادات كزي تقليدي اجتماعي. هذا الشيء بدأ يدخل، يعني يعرض عقيدة البنت إلى هذه الصدمة، وبالفعل تلاقي حالة ما عندها إجابة. وجميع الإجابات يلي كانوا يقولوها بعض الدعاة، خصوصا الأمثلة اللي تعتبر مثل الدعوة السطحية، انه انت قطعة حلوة ولازم تكوني مغطاية حتى ما يجي حدا من شرار الرجال يأذيكي، بدت صارت هاي الدعوات او المبررات جدا سطحية، ما عادت مقنعة. حتى لما كانوا يقولوا للصبايا هذا هوية إسلامية، فبتقلك طب ليش انا اللي ملزم احمل هاي الهوية، ليش مو الرجل كمان مفروض عليه هوية إسلامية، بالإضافة لدعوة أنه هو كان مفروض فقط للتفريق بين الإماء والحرائر. يعني كثير من الانتقادات كلها لم تعد مقنعة. بعض الأسباب أحياناً أو بعض الطرق الدعوية قد تنفع مع بعض البنات في أماكن معينة إلى زمن معين، لكنها لا تصمد أمام الحقيقة لما تتعرض ل يعني تصادم مباشر مع المجتمعات الثانية، فما رح تبقى صامدة لوقت طويل. يعني لو بدي قاطعك شوي، يعني هل بتري إذا السبب الأساسي هو أنه نحن لم نقنع الفتاة بالطريقة الصحيحة بالحجاب، أو لم نعطيها المبررات والمسوغات، وإنما كان كثير من الخطاب سطحي؟ يعني هل هذا السبب هو الأهم؟ طبعا هذا شيء واحد من أهم الأسباب الجوهرية. لما تلبس البنت الحجاب بس لأنه أمها خبرتها أنه ماما أنت صرتي بمرحلة واجب عليك الحجاب، أو في كتير من البنات حتى بدون هاي الدعوة أو بدون الإقناع بالإجبار، ما في روح على المدرسة إذا ما تحجبتي، ما في عمل، أو خلص الأمر ما له مخير، أنت بالك مخيرة، صرتي بعمر معين فأنت ملزمة بلبس الحجاب، وهي بدها تحطه تحت سلطة الطاعة للوالدين. والسبب اللي انشرح للبنات بهذاك الوقت مثل ما ذكرت لحضرتك يعتبر حاليا بأيامنا هذا بأيامنا هي غير مقنع. فلما بتزول سلطة الوالد أو الوالدة أو بنتقل لبلد تاني، فما في أسهل من أنه أنا خلص ما الأسباب اللي كنتوا تقنعوني فيها من قبل ما لي بلقيت إلا وجود حاليا، مشان بتدعوا أنه الحجاب موجود لحتى يحميني، ما حدا يتحرش فيني. طب ليكن الأجنبيات بيمشوا بملابس مكشوفة جدا وما حدا بيتعرض لهم؟ طبعا هذا الأجوبة الأسئلة أو الاعتراضات كلها لها إجابة، لكن لما البنت بتكون حاطة الحجاب
الحجاب بس كعرف اجتماعي كتقليد اجتماعي، فهذا الحاجة للبسه رح تزول مع اختلاف هذا العرف أو مع زواله. لكن لما تكون في تمهيد مسبق قبل ما تلبس الحجاب، أول شيء عرفاني شو جوهر دينا، شو معنى دينا، شو معنى الالتزام أو طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر، لما تعرف أنه هو عبادة تعبدية، هو حكم تعبدي. في بعض العبادات اللي نحن منقوم فيها ما لها مربوطة بسبب أو بغير، مثل عبادة الصيام. رب العالمين فرض علينا الصيام من الفجر إلى المغرب، فرض علينا صلوات بعدد ركعات معينة، ما خبرنا شو الحكمة من أنه المغرب تكون 3 ركعات أو الفجر ركعتين، أو ليش من الصبح للصيام من الصبح للمغرب مو للعصر مثلا. وقال لي ثمرات، في أشياء حنستفيد منها مثلا من الصيام. بنقول مثلا أنه الغني يشعر بجوع الفقير، لكن هذا لا يلغي وجوب الصيام على الفقير، هذا ليس سبب. هناك التفريق بين ثمرة الحكم وبين الغاية منه. لو كان الحجاب فقط لردع نظر الرجال أو رغبة الرجال أو أذاهم عن البنت لما أمرت بأن تلبسه في الصلاة. نحن نصلي ومنلبس الحجاب حتى لو كنا لوحدنا بالغرفة، فهو عبادة مجردة مطلوبة لنفسها، ما فينا نضل نجزئها، لأنه لما نربط الحكم بعلة أو بسبب فسيدور مع علته أو سببه جودا وعدما، بينما هذه عبادات غير معللة. الله سبحانه وتعالى هو من خلقنا وهو من فرض علينا الطريقة التي نتعبد بها، وهذه الأسئلة كلها لها إجابات. هذه الدعوات اللي يعني تذرعوا بها بعض الفتيات كمبررات لخلع الحجاب، شرعا لا يوجد أي مبرر لخلع الحجاب إلا في حالة الاضطرار أو حالة الإكراه فقط. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. في حالة التهديد الحقيقي، مو شبهة التهديد، يعني مو أنه في بنات لك لا أنا احتمال حدا يزعجني بالكلام، احتمال حدا يصح لي فرصة معينة أو عمل معين أو كذا، بيعتبره مبرر. نعم، دائما الفقه لا يتعامل مع افتراض الأمر قبل أن يقع. لما بيكون بتحس حالها أنه هي عم تستقبل تهديد حقيقي، هون وقتها بنشوف كيف بدنا نتصرف، مدى خطورة أو مدى جدية هذا الإكراه. ساعتها هون بهي الحالة مثل ما أصدروا فتوى فقهاء المسلمين أيام سقوط الأندلس بعد مطاردة محاكمة التفتيش للمسلمات. اللي بيطلع على التاريخ بيعرف الممارسات الوحشية لمحاكم التفتيش في هذاك الوقت. أي حدا يشتبه بأنه هو عربي أو مسلم كان يساق إلى أقبية التعذيب أو يحرق في الساحات أو إلى آخره. هناك في ذلك الوقت أصدر الفقهاء فتوى بأنه يجوز للنساء الخروج من المنازل من دون حجاب، يعني حماية لأنفسهن من هذه الممارسات الوحشية. في نساء بدهن يطلعوا يقضوا حاجاتهم، تشتري أكل لأهلها، مو كلهم عندهم رجال يقوموا بأعمالهم بالبيت، فالمرأة في عندها حاجة للخروج من المنزل. أفتولة بهي الحالة لأنه فعلا كان في اضطرار شديد. أما حاليا، أما مجرد تخوف، مجرد أنه ممكن حدا يضايقني بكلمة، لا. أنا دائما يعني كنت أقول للصديقات الغرب هن نسيد من حكى بالحريات الشخصية، يعني دائما بيقدسوا الحرية الشخصية أنه كل إنسان حر شو يعمل بنفسه. فوجود محجبة إضافية في المجتمع الغربي يساعد على تقبل الغرب لوجود المسلمين بينهم، وإلا إذا بدنا نضل نسايرهم بكل الأحكام المتعلقة بديننا، بعد شوي ما رح نقدر نصلي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا من باب الحرية الشخصية. هلأ في بعض الصبايا اللي بتقول أنه أنا ما عم بقدر لاقي عمل، طبعا بنظل نحن نبذل الأسباب، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في صبايا طرقوا أكثر من باب، الشركة الأولى رفضت، الثانية، الثالثة، والحمد لله الله أكرمهم مثلا بالشركة الرابعة. نعم. لكن في بعض الصبايا كمان بالإضافة، لأنه الدول الغربية تختلف الأحوال الضغط فيها، يعني ألمانيا غير فرنسا غير السويد. فواحدة مثلا ممكن تقول أنه أنا في فرنسا وأنا وصلت لمرحلة يعني خايفة على نفسي من الحرام، أنا بحاجة للرزق، ما في حدا يعيلني، أنا وأمي نعيش وحيدات في هذا البلد ولا نملك مؤونة الانتقال إلى بلد أخرى. فأنا مضطرة يعني في ذهابي إلى العمل، الشركة أجبرتني على خلع الحجاب، أجاز لها بعض المجتهدين يعني أو بعض الفقهاء، يعني كما تفضلت انه بس تكمل الفكرة. نعم. انه ممكن ان سواء كانت طالبة او صاحبة عمل ممكن ان تخلع الحجاب ضمن هذه المؤسسة فقط، لكن عندما تخرج منها، تخرج من المدرسة، تخرج من العمل، تعود وتلبسه، يعني بتروح على السوق على المول، ما هي ما لها مضطرة ان تخلعه بهذاك الوقت اذا هي مضطرة فعلا اضطرار حقيقي. الضرورة تقدر بقدرها، ويعني كما ذكرتي هذه تبقى حالات استثنائية كثيرة في الغالب. نعم. وفق مشاهداتنا هي لا تنطبق على معظم من
نراهم يخلعون الحجاب. سؤال يعني حتى نعم. نكسب الوقت، يا ترى شو اللي بيخلي الفتاة أو الفتيات اللي عم يخلعوا الحجاب نسبة كبيرة منهم أنه كمان يفتخروا بذلك كأنه إنجاز على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا على درجتين؟ البعض بس بأنه بتنزل صورتها بدون حجاب حتى أنه شفتوا أنا خلعت الحجاب، والبعض لا يعني بدي تعمل بث حي ومباشر لعملية خلع الحجاب. هي الفكرة يعني شو برأيك شو سببها؟ أنا ماني شايف أنه الموضوع بس أنه هي تحررت، وكأنه صار تريد أن تنتقم من سنوات الحجاب. نعم نعم، هنا سبب وجود مفاهيم خاطئة جدا عن الدين في مجتمعنا. صار هذا النوع من خلع الحجاب هذا على الهواء أو الفخر بهذا الشيء أمام الناس، نوع من الانتقام من الماضي بأكمله. يعني الصبايا أو حتى الشباب اللي طلعوا من البلد واحتكوا بمجتمعات تانية، لو أنه في مفاهيم خاطئة جدا للدين عنا في بلادنا، للأسف هذا الشيء يعني نحن مضطرين نعترف فيه. كثير من المظاهر التدين بمجتمعنا شكلية، يعني بتقلي مثلا طب ليش أنا أخي عم يرغمني أو يكرهني على لبس الحجاب بينما هو يأكل الحرام، بينما هو لا يصلي، وهذه تعتبر كبائر أكبر عند الله بكثير من خلع الحجاب. طب ما هذا الانفصام؟ يعني هل نحن فعلا عندما يعني نشدد على الفتاة بلباسها، هل فعلا نحن عم نشدد من ناحية حرص على الدين على التقوى؟ طب أين هذا الحرص في الجوانب الثانية حياتنا، ولا هو بس مجرد لأنه مرتبط بنظرتنا للمرأة والنظرة العرفية كونها يعني أمور العرض والشرف وإلى آخره؟ فبما أنها ممارسة عليها الظلم من أكثر من جانب، لا ترى رؤية متوازنة لتطبيق الدين في مجتمعها؟ صار هذا النوع عندها من نوع من الانتقام من الماضي كله. هي دخلت لحياة جديدة يمكن لقيت فيه فرص أكثر لتقبلها كما هي في المجتمع الغربي، لقيت دروب مفتوحة قدامها أكثر لم تكن مفتوحة في مجتمعها. فشيء مرتبط بالعامل النفسي، موضوع الحجاب مرتبط بنسبة كبيرة من بجوانب نفسية، سواء عند من يخلع عنها الحجاب أو من عند من يحاسبهن على ذلك. يعني طيب ففي نوعا من نقص. تفضل. نعم، أيضا هناك يعني ظاهرة أو لعل أحد الأسباب اللي بنشوفه هي موضوع الشهرة، يعني موضوع السوشيال ميديا والشهرة، أنه هي ربما ما تكون يعني ربما لا تكون كل الحالات بهذا الشكل، أنه هي في ظلم أو في فهم خاطئ أو في ضغط عليها، وإنما هي الحجاب تراه عائق أمام شهرة من نوع ما. يعني دخلت عالم السوشيال ميديا بتحس أن الحجاب بقيده بيمنعها، فهي تريد أن تنطلق أكثر في هذا العالم. إلى أي مدى هذا المفهوم وعالم السوشيال ميديا أثر في هذا الجانب؟ هلأ دواعي الهوى كثيرة أكيد، وهذه واحدة منها. نحن كصبايا يعني أنا لما بستمع لحديث الصبايا الصغيرات أو العمر الأكبر بشكل عام، يعني نعترف بوجود شيء اسمه ضغط الصورة، القبول الاجتماعي. يعني المحللين النفسيين على السوشيال ميديا بيتابعوا ممارسات الناس الموجودة عليها، كيف الإنسان بيتأثر باللايك بالإعجاب بالإطراء بشعور التأييد، هذا الشيء اللي مو دائما متوفر له على الحياة الواقعية. فكثير كثير من الصبايا مثلا بيشوفوا انه كيف كل الناس عم تمدح جمال فلانه وعم ما شاء الله عليك قمر الى اخره، فبصير بتستحلي هذا الشيء انه انا كمان بدي اثبت انه انا لا اقل جمالا عن فلانه. يعني بنفتح كثير من التطبيقات او المنصات بتركز بقسم كبير على انه استعراض ما عند الإنسان بجميع الجوانب، الجمال، المال، الشهرة إلى آخره. في صبايا وصلوا على قدر من الشهرة وهن لا زالوا محتفظات بحجابهم، الحجاب لا يمكن يكون معيق لأي شيء من طرق النجاح، لكن يعني عادة في نوعا ما بخلل من خلل بالرؤية للبنت لجمالها لنفسها، بينما أحيانا بس بيكون عندها رغبة أنه تلخص قيمتها، تثبت يعني تحقق قيمتها بقدرها من الجمال إلى أين وصلت. لكن هذا الشيء مؤسف أنه المرأة تلخص نفسها أو تحجم نفسها بهذا المنظور. لكن ضغط الصورة هل كان له دور؟ إيه فعلا كان له دور كبير. أو أنا مصورة حالي صور لطيفة كثير مثلا بدون حجاب، مستحلي أشاركها مع العالم وما بقدر والله لأنه حجابي يمنعني. واحد طبعا من الأسباب الواهية لضعيفات الإيمان ممكن يكون يعني سبب مؤثر، لكن علينا الاعتراف بأنه هذا الشيء كان له دور للأسف. نعم. بالإضافة للتأثر النفسي بالإنفلونسرز أو الفتيات الشهيرات يلي عندهم مئات الآلاف من المتابعات، لما بتشوفها أنه هي خلعت الحجاب وعم تحدث الصبايا المتابعين عن أدلة مثلا
اعتراضات بعض المفكرين أو من يحسبون على المفكرين الإسلاميين، لا فخلص طالما هو مو فرض وأمر خلافي، طب ليش نحن عم نتحمل تبعاته ونتحمل ضغطه طالما فينا نتخفف منه؟ ونحن لا بنعوض بجوانب تانية، لا أنا بصلي الحمد لله، أنا ما بأكل حرام، أنا ما بعمل علاقات محرمة، فعطت نوع من التخدير للضمير، نوع من أنه لا أنا ما طلعت من الإسلام، لكن فيني وازن بطريقة تخليني اندمج أكثر مع مجتمعي. طبعا هاي رؤية يعني رؤية خاطئة. طبعا مثل ما تفضلت يعني كثير نحن اليوم نحن عم نناقش الموضوع خلينا نقول كأسباب وهيك نغوص شوي بنفسية الحدث أكثر ما عم نفوت بخلينا نقول الردود على كل اعتراضات، لأن هذاك محور آخر ويحتاج إلى وقت. أريد أن أسأل أيضا سؤال الآن، في حال حدا من اللي عم يسمع الآن، أي حدا منا تعرض لهيك حادثة، يعني واحدة ربما تكون أخت أو بنت أو شقيقة أو قريبة أو أي شيء تريد أن تخلع الحجاب، شو الخطاب اللي ممكن أنه نخاطبها في أو ماذا يمكن أن نفعل فعلا تجاه هذه الظاهرة قبل أن تحدث؟ خلينا نقول للأسف ردة فعل المسلمين على الصبايا اللي قاموا بخلع الحجاب أو عم يفكروا بهذا الموضوع زادت الطين بلة، بما أنه أحيانا بيبالغوا بردة فعلهم. لا إياك شو بتعملي أو بيعاملوا اللي من خلعت الحجاب كأنها خرجت عن الدين. أنا ما بدي نفهم من كلامي إنه هو أمر بسيط ومعلش هي حرية شخصية وخليها تشيله براحتها، ما بدي تنفهم الأمور بهاي السيولة، لكن لما سواء الإنسان يعني عمل كبيرة أو صغيرة في المجتمع الإسلامي، مو دورنا نحن أنه نقصي نقول له خلص أنت ما عدت منا. والله كثير بسمع من صديقات خبروني عن قصص، أو حتى بعض من خلعنا الحجاب يعني عم يقولوا لي كيف هن تم تعاملهم، والله أنا أختي عملت لي بلوك اللي هي أقرب الناس لألي، فما بالك بالغريب، ما تقبلتني، ما نصحتني، ما يعني الناس ردت فعل تجاهي كانت جدا عنيفة، اعتبروني كأني انتقلت لديانة أخرى، لكن أنا لازلت بصلي، لازلت على ديني يعني على عقيدتي لم أتغير، إنما مثلا لقيت أنه هلأ الحجاب أنا شيء صعب أني التزم فيه بالمكان اللي أنا موجود فيه. عادة لا إكراه في الدين لا في أصوله من ناحية الاعتقاد ولا في شيء من فروعه. في بعض البنات بيتم تهديدهم، بيتم ممارسة شيء من القسوة عليهم، لا إذا أنت خلعتي أنا بدي أتبرى منك، أنت رح تطلعي من البيت، ما عدتي من العيلة، هذا كله ليس من الدين. دائما أي حزة سيخطئ أو بنت تقرر خلعت أو تقرر خلع الحجاب، نحن لا نملك لها إلا النصح، إلا الحوار معها، حتى لو خلعته لفترة ورجعت عسى رب العالمين يهديها في وقت لاحق، لكن نحن واجبنا دائما يعني النصح برفق وبلين. إذا كان فرعون الذي ادعى الألوهية عندما أرسل الله له سيدنا موسى وأخو هارون قال له قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، رغم أنه عامل عملة كبيرة يعني عم يدعي الألوهية، فالقول اللين بالنصيحة يعني بالموعظة الحسنة هذا شيء نفتقر له، هذا الأسلوب الإنساني والنظر له من الداخل كمان مو بس بالكلام. أما لما أنظر من داخلي أنه أنا أعلى شأنا عند الله أو أنا أكثر التزاما وتدينا من هذه التي خلعت الحجاب، أنا سأدخل الجنة ربما هي ستعاقب، هي نظرة الفوقية شيء مرفوض تماما بالإسلام. دائما ننظر، أنا أقول أكرر هذه العبارة، ننظر إلى صاحب المعصية مثل صاحب المرض ولكن بالسلوك، المعصية مرض في السلوك، فعندما نرى مريض لا ننظر له نظرة استعلائية، أفكر بمساعدته، بقدر أقدم لك أي خدمة، أدلك على طبيب جيد، كيف بقدر ساعد بعدك. وأنا هذا اللي بعمله مع الصبايا اللي بعرفهم صديقاتي أو المعارف السوشيال ميديا اللي خلعوا الحجاب، مرحبا كيفك، بقدر أقدم لك أي مساعدة، حابة أعرف شو وجهة نظرك عن الموضوع، هل عندك مثلا نقص بمعرفة الأدلة حول الحجاب، ممكن دردشة بشكل ودي، والحمد لله بأكثر من مرة نجحت معي هاي الطريقة أنه البنت تعود لحجابها مرة ثانية وإن مر وقت يعني وإن بعد سنة أو ستة أشهر أو أكثر. فردة الفعل لا بصير عندهم بعض الردات الفعل العنيفة لبعض المحجبات، بتصير مو بس بدها تشيل الحجاب بدها تقلع يعني الحشمة بالكامل. تفضلتي بالضبط، يعني على الأقل لو كان أحد فعلا من يعرفه الإنسان ابتلي بفكرة ترك الحجاب، على الأقل لا نكون سبب في أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فعلا في قفاء بعض القصص وصلت ربما إلى الإلحاد للأسف، فعلى الأقل أنه أن تبقى في مكان وسط أقرب إلى العودة أفضل من أن تذهب. أستاذ نور الوقت تداركنا، ممكن إذا في 30 ثانية إذا في شيء هيك حابة تضيفي وتختمي فيه، أي رسالة أو أي نصيحة للمن يسمعنا، فمعك 30 ثانية.
الله يقدرنا ويثبتنا نؤدي عبادات الله سبحانه وتعالى كما طلبها منا. لكن للصبايا يلي بدهم يبحثوا عن أحكام الحجاب، أرجوكم لا تأخذوا الأحكام من أشخاص غير مختصين، لا من مهندس ولا من مربية، ولا كثير ناس صارت تتشدق على اليوتيوب بشيء ما لا علم فيه، لا تأخذوا إلا من أهل الاختصاص. أنا قدمت رؤية كاملة لدعاوى المعترضين على أدلة الحجاب ورديت عليها على قناتي على يوتيوب، اللي بيحب يطلع عليها ممكن يبحث عليها من خلال السوشيال ميديا. نحن بالعكس بأيام نحن بحاجة أكثر للتمسك بهويتنا بزمن عم نحارب فيه جميع الثقافات والشعوب الأخرى. الله يثبتنا ويهدينا يا رب وينفع فينا جميعا. أشكرك جدا أستاذي نور على ما تفضلتي به، وربما أضيف نقطة أخرى أيضا غير أنه نأخذ الموضوع من أهل الاختصاص، أيضا أن نبتعد عن الآراء اللي ربما تكون هي من ناس من أهل الاختصاص لكنها آراء شاذة وغريبة. هناك إجماع وهناك خلينا نقول رؤى عامة مشتركة عند غالبية أو معظم الدعاة وأهل الاختصاص. أشكرك مرة أخرى.